ايه ما بنعرفش صح، بس الكلام سهل عشان كده. ما بيكسبوا افلام مصريين ما بنعرف ليه الفشل ده، مفيش حد بيتابع الشباب في مصر. هيك يا اختي انا بدي ما اتفرج على افلام مصريه. انت شو كذابه وحيت الله ما فشارة. ولا مره في حياتي حضرت فيلم مصري. نتاشا يلا يلا شو فيها عادي كذابه. يلا ما تقولي كذابه اسي امبولي كذابه. بتعرفي شو يعني اسي امبولي؟ يعني اتس امبولايت. اذا بتفهمي انجليزي، اذا بتفهمي انجليزي العربي يعني بس ما خلاص كذابه. بس ما خلاص لا وانت يسي خلاص زدها مش منطقية خلاص. يكفيكي شو قلت اسكت. قلت الادب صفيقة لمبة شمعة كنتي ضوء لمبة دير لونترن هدي فرنش عربي فرنش عوينات نملي نملية أكل نمشي شو نمش ارجع ارجع وطح صرصور جيتار أوتار جيتار لا ما تعرفش هذا جيتار هذا جيتار كم كلمة حطي كم زيح جيتاري صدى افتح قفل عود قلب جيتار في شيء خاصه بالجيتار يفتحوا لك محل استريمو لحظة طلبت مساعدة طلبت المساعدة امال ايه امسحي كل شيء وجعي ما في يعني هيدي هي ساك لا الا لك قنديل قنديلي قندلي قندولي ليه ما تعملش بالحركة هيك قنبلة قنبلة ضو منارة شو علاقة الجيتار بالقنديل جيتار بالقنديل قوت لا لا ما انت في علاقة سؤال سراج كيف يعني سراج سراج شو يعني سراج يلا انت كيف بس ليك وينو كيف يعني سراج ما فينا دلكون يلا شو يعني سراج سراج يعني هيدا التحمليه مثل القنديل ما بعرف انا ما عادش حطوا كلمات نحن يمكن ما بنفهمها يعني مي والحاجات اللي بتتكلم الناس لا هيدا شيء عادي يعني مصطلحات نحن ما بنفهمها في مصطلحات ما بنعرفها سراج ما تعرفيها ما بعرف انا سراج منير سراج المنير ما بعرف انا سراج ركزوا قوي الكلمة دي صعبة جدا نسر حمامة حمام لحظة
دي كلها مناخير يعني؟ ايه ليه يعني؟ مناخير زحلوا انت يشوفوا لحظة اوكي ده واحد مسك مسدس صياد صياد عين شايف بتاع حمام وهي بتنزل رقى شاف بيضرب تقريبا بيضرب بيصوب شوت بيصوب صوب بيصوب مش ايوه بيصوب بيشوف بيصوب بيصوب على الحمام على في اتجاه بيصوب اتجاه اتجاه الحمام اتجاه بيصوب اتجاه الحمام عمل لها حركة صغيرة أنت أوكي بيشاور عليه إيه عمل لها الفرق بين هيدي وهي إيه لا هذا مالي خلق لا اغني ولا اسخن ساعات ساعات احس ان الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يرين وساعات ساعات أحس إن الفرح مو حال ولا يمكن يحين ساعات أحس إن الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يرين وساعات ساعات أحس إن الفراق مو حال ولا يمكن يحين
هذا اللي شفته بدنيتي كل ما مضى لي من سنين يا من يعلمني الفراق ويفرح قلب الحزين ساعات هندي كينج بالعربي شو؟ لا ملك انت انت ليه بتقولي؟ شت اركب حبايبنا ابتدى وصغاوالي لا ما تعملش عم فكر كيف؟ فكر هون فكر هون فكر هون فكر هون دوري بحذايا فكر هون لا 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 ما بترتاح هيك مش حخليها تحكي ولا تعمل حركات صدقني او تقعد هون بس انا ما رح خليها اوكي يلا كل كلمة كم كلمة حط كم زيح ليه ما حدا بحط زيان بحط زيان أميرة ملكة برنسس فيها فيها لا خلص خلي الكلمة اللي قلت لكم اللي عرفتها ملك ملك الحب ملك الغرام لا انسوا الكلمة خلوا كلمة عشاق حب غنية فيل Basma, viens, je vais te demander quelque chose. Ok. Mais I'll help you. Allez, allez. You don't have to help her. It's not that I'm gonna help you her. You don't have to help her. She has to know the background. انفصال. كلمة ثانية مثل هيك. ملك الانفصال. فيصل. ولا. مفصول. لا بسمة. فراق. ما بيك من قصار انعكاس عكاس عنده علاقة بهيدي وهيدي نقص مش دسي ابتعاد ما تحكي ما تحكي ما تحكي هيك وهيك علاقة بين هيدي وهيدي ما تحكي هيدي العلاقة أخرى ما تحكي فرق ايه ايه هيك فراق تذكروا كلمة أول شيء هيدي هيك ملك ايه ايه عادي عادي ما لحظة لحظة أنا ما بعمل لك هيك لحظة غنيت ديار هنا يعني الايجيبسيان فود تشوف فاك شفتيش المسلسل تاع الملك فاروق اوكي لا بتتفرج على هيك هي ما بتفرج على مصري ابدا اوكي بدك تموتي اللي مش انا كنت مصري كان سوري اوكي خالد ملك اوكي كان مصري بس انا سوري ما بتتفرج على كرتون ما بتتفرج على التي في لا كان مصري بس المخرج سوري لانه ما عندنا تي في اسمها هان كان نص سوري نص مصري لا الواد كان سوري اوكي 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 ليش هو وقت هيدا هلا فكر اكثر مني فكر اكثر مني كل يوم يوم الساعه 4 رح تصير بشعه اذا وقعوا كله بس ما بتعملي لازم نلزقهم ما بعرف ها سنة عادي كنت هيك هلا جو سي با بيعمل كده خلص يلا تعال تعال يلا خلص خلص شنو هذا خلص ما بيراميد ايه هذا كينج بس نلعب شوي ونروح ما بعرف ما بعرف يلا خلص اركب هي غبية ما بتعرف تفصل يلا دوري لا انت كسر فمك كسر فمك دوري 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 دور 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 خلص زاهر ما شاطرني انا اسمع من هلا قبلكم طيب لحظة 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 بغيرها بغيرها ليش؟ خلي لارا انا انا ليه ليه؟ لا كيبر عشان لو حطها تاني قالوها قالوها شو؟ مين؟ ما سمعتش لا 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 قالوها اوكي يلا ما هي راجل واحد بتقلدني يا غبي سكر فمك أب وابنه راجل وابنه